كنت 195 عملت سليف ما عملتش معاه لا ريجيم لا شيء. انت عملت سليف؟ عملت سليف كي كنت 195 كيلو. بالله حلال روح القدر لحظه عملت سليف معناتها وصلت 120 بربي خلينا نفسر للمشاهدين معناتها راهي قصه معدتها معناتها وعاودت رجعت سمنت مشيت ل 115 توا تعديت عام رجعت بيل 170 باش العباد تفهم اللي العمليه الجراحيه ماهيش وحدها ما نعرفش عديت عام تحكي بجدك عامله سليف والله عامله سليف وصلت ل 120 ورجعت 50 كيلو اي اما راهي عمليه في عام رجعت 50 كيلو واحد يعمل سليف ويعاود يرجع لا لا ندل على شيء على عدم وعي سامحني وسي با سيريو عندك الحق وسي با سيريو بكل بكل نورمالمون واحد يقرر باش يعمل عمليه جراحيه ثقيله كيما هكايا بعد يزي على التوبه مش تعاود ترجع جوي باهي نقصت 80 كيلو منين جوك باهي؟ ومن بعد رجعت 50 في عام ما نعرفش كيفاه مش ما تعرفش